السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي في شرح جديد على شبكة كفيف العراقي. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. طبعا عندنا شرح اليوم، هو الشرح هو يعني بعض الملاحظات، كذلك الشرح اللي هو شن مسألة السحب والإفلات، والثاني مسألة التسجيل داخل بالجولد ويف وبعض الأمور الثانية. نروح وياكم ونشوف هذا الشرح. طبعا احنا عندنا الماوس ما نستخدم يعني الكثير مكوفين وقفوا نهائيا موقفين، يعني لدرجة انه تروح يجي احد مفصل يستخدم الماوس وموقف. هذا الشيء طبعا انا بالنسبة لي اقول لكم اكبر غلط، يعني احنا صراحة مو كل مكان نقدر نوصل، اكو شغلات احنا ما نقدر نوصل لا ناطق ولا حتى لو ضعيف البصر، مثلا شغلات البايوز، مثلا عندك بعض الامور الثانية ما نقدر نوصل نهائيا، تطبيقات غير متوافقة تيزيد لك تطبيق ثبته يعني تخلص من عنده ما تقدر. فمسألة الماوس أنا دائما صاحبي يقول لحد يوقفه، هذا شيء أكبر غلط طبعا. وبالنسبة لمسألة مو بس الماوس، كذلك ستار شاشة همين هواية أشخاص يوقفوه، يعني شو راح تستفاد وقفته؟ ما راح يسوي شيء للطاقة. نفس الشيء طبعا انا اليوم عندي مساله السحب والافلات، هواي من الاشخاص قاعد يقول لي العمال احنا عندنا تطبيقات مثلا قائمه تبدا خاصه بالمايكروسوفت ستور ما قاعد نقدر نخليها على سطح المكتب، يعني كل الزاجه. طبعا راح اشوفكم الملف اللي عندي سلم محطوطات الانجليزيه اس سوشيال ميديا 10 من 10 اشكال حاطه بالتطبيقات وصول سريع مفتوح 1 من 2 مستوى 0 طريقه عرض العناصر فيسبوك غير محدد 1 من 7 فيسبوك ماسنجر 2 من 7 ماسنجر MP3 3 من 7 هذا موقع مع التحميل MP3 جويسز تويتر 4 من 7 تويتر كذلك ميم التوافق حال الماسنجر والفيسبوك انجرام 5 من 7 انجرام اللي هو لينوغرام واتساب ديسكتوب 6 من 7 واتساب ديسكتوب يوتيوب 7 من 7 واليوتيوب هذا مال المتصفح طبعا. فراح اروح وياكم اشوفكم شلون طريقة السحب والافلات. احنا اول شيء نروح البرنامج نريد نسوي له سحب وافلات. اذا ما عندك ماوس خارجي طبعا راح استخدم ماوس خارجي، اللي ما عنده ماوس خارجي من الكليك الايسر راح اشوفكم شلون، وبلحظه راح نضغط كليك ايسر كل التطبيق جولد ويف جديد جولد ويف سيت اب اف فيسبوك سمثل الفيسبوك اللي اسوي على سطح المكتب. ايش راح اسوي؟ اضغط عليه شيفت و ام في دي اي وحرف الام ام اللي هي التاء المربوطه فيسبوك قال لك فيسبوك. انا انت اذا عندك ماوس خارجي اكو ماكو تستخدم الكليك كيسر تضغط عليه باستمرار، بعد ذلك بالهاي المال التاتش مال اللمس تسحب الان يقول لك سطح المكتب او هذا الكمبيوتر، يقول لك هذا الكمبيوتر سوي له افلات. راح اسوي اياكم هسه نسمع. انا هسه على الفيسبوك طبعا ضغطت عليه بالماوس راح اسحبه لسطح المكتب. سطح المكتب هذا مقبض الحجم العام هذا الكمبيوتر الشخصي قال لي هذا الكمبيوتر الشخصي راح اسوي له افلات اللي هو يعني شيء يدي من كليك كيسر. سطح المكتب فيسبوك 9 من 16 صار فيسبوك قال لي انفيديا 8 من 16 اف فيسبوك 9 من 16 فيسبوك صار عندي على سطح المكتب. كذلك مثل داري غير برنامج كل التطبيقات جولد ويف طبعا استخدم ماوس الخارجي والماوس مال الكيبورد يعني العفو مال الكمبيوتر، وعندي ماوس كذلك خارجي هسه اشوف غير واحد مثلا اريد أنغرام جديد مثل هيدي الأنغرام هم كذلك شيفت و NVDA وحرف الام او تاء مربوطه حتى ودي لك الماوس على المؤشر ال NVDA طبعا أنغرام جديد هم كذلك كليك كيسر تضغط عليه بس حيل طبعا مو تركي، وبعد ذلك ايدك اليمنى بالماوس على كيف تمشي على سطح هذا الكمبيوتر الشخصي تهدى، بعد ذلك بعد ما تهدى صار عندك مباشره على سطح المكتب سطح المكتب فيسبوك 9 من 16 فصار عندك على سطح المكتب اللي هو اليونوغرام. هسه احنا هاي سوينا مسألة السحب والافلات اللي انا دائما انصح بها مو بس هنا، حتى مثلا اذا عندك احد اضافة الدابل مانجر هاي الامور كلها تقدر تسوي، بس لازم شوية بيه تعقيد نوعا ما. بالنسبة لمسألة الجولد ويف انا يسألون دائما اكثر من واحد يقول يا بس شلون نسجل الجولد ويف تسجيل داخلي جولد ويف 6 من 16 راعي الجولد ويف طبعا ندوس اف 11 بعد ما يفتح كنترول بروبرتيز بلاي محدد نروح الى فيجوال ديفايس محدد سيستم محدد
ديفايس محدد. نروح الى ديفايس نصفح بالتابع نلقى ريكورد. ديفايس تو تاب تيست latency press alternative initial quality 48000 hertz record microphone USB audio device 0E86 مطلق. انا اقول لك يعني اطلع لك انا الكود انه speakers USB audio drop back speakers cut line in real tech microphone array real tech stereo mix real tech audio. هنا تشرح تختار ما احضر لك بس اثنين لو ثلاثه الستيريو ماكس مو كل الناس عندها راح يطلع لك خيار مايكروفون تسجيل داخلي لاين ان ريل تك اوديو مايكروفون اري ريل تك اوديو 08 سي ستيريو ماكس ريل تك مايكروفون لاين ان ريل تك اوديو دروب باك سبيكرز كوت هيدفونز ريل تك اوديو 08 دروب باك سبيكرز يو اس بي اوديو ديفايس مايكروفون يو اس بي اوديو دروب باك سبيكرز يو اس بي اوديو دروب باك سبيكرز كوت هيدفونز ريل تك اوديو 08 لاين ان ريل تك اوديو دروب باك سبيكرز كوت هيدفونز ريل تك اوديو اول خيار سبيكرز دروب باك دروب باك سبيكرز كوت هيدفونز هيدفونز drop back speakers cut out headphones real tech audio 0E84 test volume use of quality joystick okay gold wave misa hat al-amali راح اجربه وياكم new sound 4-2 stereo gold wave untitled 1 راح اجرب تسجيل وياكم شو انا طبعا صوتي موجود اسوي وياكم راح اسوي التسجيل record properties device record properties settings folder view gold wave 6 من 16 سمثل نصفح اي شوية Firefox Gold Wave 6 من 16 نرجع Gold Wave 01 Gold Wave Untitled 1 نوقف تسجيل نسمع ياكم Folder View Google Chrome 7 Gold Wave 6 Firefox Gold Wave 6 Google Chrome 7 Internet Download Manager 14 Google Chrome 7 مثل ما صار سمعتوا صار تسجيل فقط داخلي هذه هي طريقة التسجيل الداخلي بالGold Wave وكذلك عندك الـ OBS مجرد ما ثبته تصفح بالتاب راح تلقى مكتوب تسجيل صوت وتسجيل فيديو بس انت تضغط على تسجيل صوت غير محدد ضغط عليه راح يقول لك هل تريد تسجيل تطي نعم وانتهى الموضوع عندك التسجيل هاي بالنسبة لتسجيل بالكمبيوتر تحياتي لكم طبعا هذا الشرح مال اليوم اللي هنا ينتهي تحياتي لكم ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا الشرح تحياتي لكم اخوكم عمار صالح